السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلمة. نكمل الفيديو الثالث حول أصل الوجود في الغنوصية أو الحس الفطري، وفي هذه الفيديو سوف نتكلم عن الأصفار الثلاثة أو ما يطلق عليه المثلث المقدس. للعلم، أنا أنقل ما علمت وما تعلمت، لا أكثر ولا أقل، كما هو بكل أمانة لمن يريد أن يعرف هذا العلم. وعليكم أن تفكروا في كل شيء قلته، وأن تفهموه وأن تحسوه كما أنتم يجب أن تحسوه. هذا هو المطلوب، فأنا لا أقول إن هذا الشيء حقيقة، وسوف أفسر ذلك عندما أتكلم على أهمية هذه المعرفة وخطورتها وكيف تؤثر علينا نحن الذي موجودين في هذا الوجود، وخاصة أن هناك من هو مطلع عليها ويستعملها من أجل أهدافه الخاصة ويعتبرها حقيقة مطلقة ويحتكره ويؤوله كما يريد. ولهذا من وراء هذه الفيديوهات أريد الجميع يطلع على هذه المعرفة ويحكم بنفسه بعقله وحسه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى بالنسبة للزوز أسئلة اللي تم طرحهم عديد المرات من طرف بعض المشاهدين على الخاص، اللي هما السؤال الأول: ما فائدة هذه المعرفة أو هذا العلم؟ والسؤال الثاني: ما هي مصادر هذا العلم؟ سوف أجيب على الزوز الأسئلة هذم كل واحد في فيديو وحده، بعد لنكمل الفيديوهات حول أصل الوجود في الغنوصية. تكلمنا في الفيديو السابق عن العدم المطلق الأزلي، وقسمناه إلى 4 أقسام. القسم الأول: من الأزل السلبي إلى 4 سلبي. القسم الثاني: من 4 سلبي إلى 3 سلبي. القسم الثالث: من 3 سلبي إلى 2 سلبي. القسم الرابع: من 2 سلبي إلى 1 سلبي. الآن يجب أن ننسى كل ما قد ذكرناه في الفيديو السابق، انساه كأنه مش موجود، ونركز فقط على الواحد السلبي الذي هو فقط يعتبر بالنسبة لنا العدم المطلق الأزلي، والذي هو في الحقيقة يساوي القسم الأول الذي حددناه أو وضعناه من الأزل السلبي إلى 4 سلبي. إذن تابعوا معي ببطء ملخص الفيديو السابق إلى أن نصل إلى الواحد السلبي. هذه المرة سوف نوضح كثير من الأمور لم نقلها في الفيديو السابق، بعد أن عقولكم أو إحساسكم بدأ يتصور ما حدث تقريبيا. وكلما نقترب للمادة كلما الصورة تصبح أوضح لكم، وكل ما إحساسكم يصبح أقوى وأكثر وعي بعالم الوجود اللي انتوما موجودين فيه. وكما تقول القولة الغنوصية المنسوبة إلى أئمة أهل البيت متاع محمد، اللي تقول: إن أمرنا لصعب مستصعب فوغلوا فيه برفق، أو أحاديث أخرى مروية في نفس هذا الاتجاه: إن أمرنا لصعب مستصعب فلا يتحمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبدا قد امتحن الله قلبه للإيمان. طبعا ما تاخذوش هذه الأحاديث وهذه الأقوال بالحرف، وإنما هي تعبر على فكرة غنوصية إن الأمر ليس سهل الفهم وليس في متناول الجميع، وإن الشخص اللي بش يفهم وبش يعي وبش يحس هذه الأمور، أنا نأكد اللي نظرته للكون ولما حوله سوف تتغير
وتنقل لكم علاش في الفيديوهات القادمة بعد نكمل الحديث عن أصل الوجود. في الحقيقة العدم المطلق ليس فيه أعداد أصلا، لا واحد لا اثنين لا ثلاثة لا أربعة لا حد شيء، وإنما هو يحتوي على عدد واحد وهو الواحد السلبي المتكرر إلى لا نهاية، وكل واحد مساوي للآخر، وكل واحد يساوي العدم كله كما تشاهدون في الصورة. ثم تم حصر هذه الأعداد أو تقسيمها إلى أربعة إلى أن وصلنا إلى واحد فقط الذي هو الواحد السلبي كما أيضا تشاهدون في الصورة. هذا من جهة. من جهة أخرى عملية التركيز هي في الحقيقة ليس تركيز، وإنما تراكم ما وقع في الأربع مراحل كما تشاهدون الآن في الصورة، طبقة فوق طبقة فوق طبقة، التي أدت إلى ظهور ما يسمى بالواحد السلبي. لهذا قلت لكم أن تنسوا ما قد قلت في الفيديو السابق، وسوف ننطلق من الواحد السلبي الذي هو يساوي كل العدم المطلق، ومنه سوف نفهم أكثر ماذا حدث في العدم. ولكن هذا الواحد العدمي هو يختلف قليل عن العدم المطلق، فنطلق عليه العدم السلبي. ونلاحظ إن فكرة الواحد العدمي الذي هو تركيز العدم المطلق نجده في لوحة السترنج. في الحقيقة لوحة السترنج الذي يلعب عليها لعبة السترنج تمثل العدم الأخير الواحد السلبي، أما البيادق الذي فوق فهي المادة. إذن لعبة السترنج جاءت من الفكر الغنوصي الفطري العميق. في الحقيقة عندما تفهم الفكر الفطري أو الغنوصية سوف تجد لها جذور في كل العلوم البشرية وفي كل الإبداعات الإنسانية وفي كل ما هو فن وموسيقى، سوف تجد لها وجود في كل إبداع أو اختراع ولو كان علمي إنساني. إذن الآن سوف نأخذ من الواحد السلبي إلى الواحد الإيجابي، وبين هذين العددين سوف يتم تقسيمهم إلى أربعة، واحد سلبي إلى الصفر السلبي، هذه المرحلة الأولى، من الصفر سلبي إلى الصفر المحايد المرحلة الثانية، من الصفر المحايد إلى الصفر الإيجابي المرحلة الثالثة، من الصفر الإيجابي إلى الواحد الإيجابي المرحلة الرابعة. ونركز على الأربع مراحل هذم، وللعلم نعتبر الواحد سلبي هو البداية وكأن لا نعلم عليه شيء من قبل، ونعتبره هو واجب الوجود وأنه موجود وهو عدمي وغير محتاج لمن يجده لأنه عدمي كلي وقادم من العدم المطلق كما رأينا في الفيديو السابق. الفرق بينه وبين العدم المطلق إن هذا العدم الواحد السلبي قابل لإظهار الوجود، وسوف نرى ذلك خطوة خطوة على حسب المراحل الأربعة. إذن هذه أمامك في الصورة رقعة العدم الأخير أو ما يسمى الواحد السلبي، وهو على شكل لوحة سترنج. طبعا نحن هنا في العدم، إذن كل الأمثال التي سوف نضربها مجرد تشبيهية لا أكثر ولا أقل، لأن في هذه المرحلة ليس هناك شيء وهو الواحد السلبي. ونلاحظ هنا إن من الواحد السلبي إلى الواحد الإيجابي
مع 3 أصفار عندنا 5 أشياء، وهم الواحد السلبي، الصفر السلبي، الصفر المحايد، الصفر الإيجابي، الواحد الإيجابي. خلينا نبدأ من الواحد السلبي الذي هو يساوي الأزل أو العدم المطلق، الذي هو رقعة السترنج الذي تشاهدونها أمامكم، وهي تمثل العدم الأخير أو اللا حس الأخير أو المركز أو اللا نفس المركزة أو اللا شيء المركز. ولكن في الحقيقة تحتوي أيضا كل العدم وكل اللا حس وكل اللا نفس وكل اللا شيء، أي هي واحد في الظاهر ولكن تحتوي على الأزل، مثلما الواحد هو يحتوي على كل الأعداد. عندما نبدأ نحسبه ونقسمه في الواحد يمكن تقسيمه إلى الأزل. هذا الواحد السلبي سوف يأخذ اسم، سوف يكون نفس الاسم الذي سوف يكون في الإيجابي. أما هنا فنطلق عليه النفس السلبية لأنه موجود في عالم العدم الأخير، وهو يختلف عن عالم العدم الكلي، حيث يتكون من 3 طبقات سفلية وطبقة علوية التي تمثل الواحد السلبي. فلننظر إليه في هذه الصورة كما هو بعيد عن العالم العدمي الكلي، وترى الطبقات من تحته. ولكن الآن نأخذه هو فقط، وهنا تلاحظ إن الواحد السلبي هو في الخارج، ثم في داخله 2 السلبي، ثم في داخل 2 السلبي 3 السلبي، ثم في داخل 3 السلبي 4 السلبي. يعني العملية مقلوبة كليا، ونحن مزلنا في العدم. الآن هذه الحالة اللي باش نعاودو ناخذوها مرة أخرى وباش نحاولو نطبقوا عليها القاعدة اللي طبقناها في الفيديو السابق حول الأزل، ونفترضوا اللي هذه النفس السلبية مجهولة وما نعرف عليها شيء، شنو كيفاش وقع من قبل، ما نعرف حتى شيء، ناخذوها كما هي، نغزروا لها كان هي فقط. إذا العملية سوف تقع ما يسمى بالحركة من الخارج إلى الداخل، وهذه الحركة هي التي سوف تحدث فوضى في هذه الطبقات وتتجه كلها نحو الوسط، ونتيجة هذه الحركة سوف تقع الفوضى، ونتيجة الفوضى سوف يقع النظام والفوضى. وهنا ننتقل إلى المرحلة الثالثة، وهي ما يسمى ظهور الوسط، التي هي المرحلة الرابعة اللي تتميز على ما هو خارج الوسط، وهذا الوسط هو الصفر السلبي الذي يظهر كنقطة في وسط المربع. وهذه النقطة كما تلاحظون هي نفسها العدم الأول المطلق، ولكن جزء منه فقط. ولكن لا تنسى إن مزلنا في عالم العدم، كل شيء عدم. وهذه النقطة التي نطلق عليها الصفر السلبي يطلق عليها من الأسماء اللا شيء السلبي. إذن بعد ظهور النقطة التي هي الصفر السلبي نحاول أن نأخذها لوحدها، وعندما ننظر إليها نجدها ليس صفر بأتم معنى الكلمة، لأن الصفر لم يظهر بعد، ما زلنا في عالم العدم، والمربع هو الحاكم.
فعندنا 4 طبقات، وأربع طبقات أوجدت ما يسمى مربعة من 8 طبقات. السلبي الذي هو اللاشيء السلبي، هذا المثمن هو الصفر السلبي في العدم. كما قلت لكم ما تنساوش اللي رانا مزلنا في العدم، مزلنا بعاد عن الوجود. صحيح الفيديو هذه صعيبة لأنها تتطلب كثير من التركيز لفهم العملية، وما نتصورش باش نزيد نطول فيها أكثر، حبيت نكملها، ولكن نعرف اللي لازمكم تفهموا كيفاش العملية تمت بالضبط لظهور ما يسمى الصفر السلبي وطبقاته 8. والصفر السلبي هو اللاشيء السلبي، ومازلنا ما وصلناش للاشيء، اللاشيء نوصلوا له من بعد. اذا اظن اكتفي بهذا القدر من هذه الفيديو، ومع الفيديو القادم حول اصل الوجود، وكل مره نرجع الخلف شويه باش نفهموا العمليه باكثر دقه، وتنجموا تفهموها طريقة واضحة، وتو تشوفوا على قد ما نقدموا ونوصلوا للمادة تو تولي كل شيء عندك واضح، تفهم علاش النبات هكاكا، وعلاش الأكل متاعنا، وكيفاش معناتها الإبداعات، وكل ما هو إبداع تو تشوف كيفاش معناتها حتى اللباس متاعنا، حتى طريقة التعامل متاعنا، كلها مربوطة بهذه الأعداد وبهذه الهندسة اللي تصورها الإنسان عنده مئات الآلاف من السنين، واللي كونت حضارات، يمكن حضارات مشات وجات حضارات أخرى. مع الأسف هذا العلم ما زال محتكر لسببين. للسبب الأول أن كثير من الناس ما وصلوش لدرجة من الوعي باش يفكروا فيه، ولهين بالحياة الدنيا والأمور أخرى، رغم اللي ما يتطلب حتى شيء غير شوية من الوقت وشوية من التركيز باش من بعد يعيشوا حياتهم ويفهموا العالم. فما كثير من الحركات أو من الجمعيات أو من اللوبيات أو من الأديان تعرف هذه الأمور ومخبيتها، وتعرفوا علاش في الأخر علاش مخبيتها. لهذا أنا نقول إن البشرية اليوم وصلت باش تفهم هذه الأمور. صحيح ما نقولش الكل وصلوا باش يفهموا، ولكن أنا متأكد أن عدد الأشخاص اللي نجموا يفهموا هذه الأمور هم كثيرين، باش ينحيوا ويكسروا الاحتكار، وباش توصل هذه المعلومات شيهمنا فيها صحيحة ولا غلطة، ولكن راي عندها أهداف جدا خطيرة على البشرية في المستقبل لو يتم احتكارها ولا يتم أن يطلع عليها كل الناس باش يعرفوها، وكل واحد يحسها بالطريقة متاعو وبالمستوى متاعو وبالفهم متاعو، لأن الاحتكار ليس شيء جيد. الاحتكار هو الاستعباد، والعلم هو حق كل البشرية. كل البشرية شاركت في هذا التطور الإنساني وهذا الحس وهذا التخمين. أرجو ما نكونش طولت عليكم ياسر، ومع فيديو قادم باش نحكيو على الصفر السلبي وكيفاش ظهرت الأصفار الأخرى قبل ما نتنقلوا للواحد الإيجابي، وهي النجم نقولوا بداية الوجود الفعلي الذي نحن موجودين فيه. ولكن عندما نقول وجود رانا مزلنا ما وصلناش للمادة. وشكرا على المتابعة، وشكرا على الصبر متاعكم، ومع فيديو أخرى وبسلامة.